يعني أخونا خالد عقيقة لأولادي، ولم يقم العقيقة لأي أحد، هو ولد وأربع بنات الحمد لله رب العالمين. فلو كانت العقيقة يعني عجلا أعزكم الله أو بقرة تجزي عن هؤلاء مجتمعين شيخي كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الجمهور على أن البقرة تجزي عن سبعة، نعم، هو عنده ولد أديه اثنين اتنين وأربع بنات، أربعة واثنين ستة، يبقى يجزي لو تمام ذبح عجلا يجزي عنه إن إن شاء شاء الله الله. تعالى. الله أسأل أعلم. الله القبول يا أخ خالد، وربنا يبارك لك في أبناء في ولدك وفي بناتك.